بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد. سنتعلم كيفية شحن شدات ببجي عن طريق الاي دي. كما تلاحظون نضغط هنا على شراء، نضغط هنا على تسجيل الدخول أو التسجيل، تظهر لي هذه الواجهة. كما تلاحظون أقوم بالتسجيل الدخول عن طريق الفيسبوك، أقوم بتحديد هذا الخيار ثم أضغط على تسجيل، تظهر لنا واجهة التسجيل عبر الفيسبوك. نقوم بكتابة الإيميل أو رقم الهاتف الخاص بنا ثم نضغط على تسجيل الدخول. ننتظر لحظات فقط حتى يتم الدخول إلى الفيسبوك عبر المتصفح. كما تلاحظون تم تسجيل الدخول. نضغط هنا إلى واجهة الموقع، نذهب هنا إلى خيار استرداد، نقوم هنا بكتابة معرف اللاعب وهو الاي دي. بعد كتابة معرف اللاعب نضغط على حسنا. كما تلاحظون هذا هو معرف اللاعب الخاص بنا. نقوم هنا بكتابة كود البطاقة ثم نضغط على اوكي. نتأكد من ان هذا هو الحساب، اضغط على ارسال. تمت عملية الشحن بنجاح. هنا يقول لك نجحت عملية شراءك. كما تلاحظون عملية شحن شدات ببجي عن طريق الاي دي سهلة جدا كما شاهدتم في الفيديو. هنا نكون وصلنا الى نهاية الحلقة. في حالة ما اعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر الاعجاب ومشاركة هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة ما كنت غير مشترك ندعوك للاشتراك في القناة. شكرا لكم على المشاهدة.